عندما ارتطمت العاصفة انقطعت الكهرباء عن مدينتنا بأكملها. لم يكن عندنا بنية تحتية، وكان أمامنا مهمة عملاقة، وكنا نعلم أن الأوراق ليست هي الحل. اتصلت بأكسلة مبكراً وقلت سأحتاج مساعدة منكم بخصوص برامج وتغييرات للحصول على تطبيقات خاصة بتقييم الأضرار هنا والترخيصات. عرضت أكسلة علينا فكرة عظيمة، قالوا لنا نحن نستطيع توفير تقنية لكم قدمتها العديد من الشركات، وسيفي نظامنا اللاسلكي بالأمر، ويسمى نظام لاسلكي لأنه باستطاعة المفتشين الذهاب للميدان ومعهم جهاز المساعد الشخصي الرقمي أو حاسوب محمول والقيام بالتحميل أو التنزيل لاسلكيا إلى النظام والاتصال عن طريق المبرمج. وعندما بدأنا باستخدام هذا النظام ورأى مخطط المدينة ومركزنا لإدارة الطوارئ ما نفعله، استخدموا هذا النظام كأساس لجميع مخططاتهم المستقبلية، وبدأنا بالأماكن التي حدث فيها أقل الأضرار في المدينة، ليمكننا القول بأننا نستطيع القيام بهذا التقييم وتحديد الأماكن التي يمكن إعادة السكان لها. واستطاعت شركة إنترجي، وهي شركتنا للكهرباء، تركيز مواردها على هذه المناطق وإعادة خطوط الهاتف في هذه المناطق، وكذلك إعادة السكان لها. وبسبب أنه كان بمقدورنا استخدام تطبيق موجود على الإنترنت، زودنا ذلك بفوائد عظيمة هنا. كان إحداها أن بياناتنا لم تكن مخزنة هنا، كانت مخزنة في كاليفورنيا، كانت آمنة وأمكنتني كمدير أينما كنت الحصول على تقاريري، على تفتيشي، على تصريحاتي للمساعدة في التكوين التجهيزي، حيث أنها كانت قد تم تجهيزها من على بعد ولم يكن مقرها هنا في الموقع. كان باستطاعتنا تحضير تقارير فورية، كان بمقدورنا إعلام الناس عن عدد المنازل التي قمنا بفحصها في منطقة رمز بريدي معين، إنهم يستطيعوا رؤية لون الشفرة لهذه المنازل، ونستطيع متابعة إنتاجية فرق العمل لدينا، وكنا على علم بالمناطق التي سيذهبون إليها وما إذا كان ينبغي علينا تزويد دعم إضافي في هذه المناطق التي حدث فيها أضرارا أكبر، وبالنظر إلى التقارير ومعرفة كم نستطيع عمله كل يوم. كان مفتشون يقوم بإكمال 120 فحص في اليوم على الأكثر، وكان كل من هذه الفرق يتكون من شخصين. وكانت هيئة إدارة الطوارئ الفيدرالية تقول نريدكم أن تقوموا بإعداد تقارير مكتوبة، وكنا نقول لهم لن نقوم بإعداد تقارير مكتوبة هنا، هذا لأننا إذا فعلنا ذلك فلن ننتهي أبدا. تخيل شخص ما يحضر كومة من الأوراق ويجب على شخص آخر أن يقوم بتنظيمها، وقد يحتاج للجلوس أمام الحاسوب ويقوم بتحميل هذه البيانات باليد. هذا يعني أننا نكون حتى الآن ما زلنا نحرر هذه البيانات على الورق، ومن المحتمل أن يكون كل فريق يقوم بإكمال 30 فحص في اليوم بالمقارنة ب 120. لقد أسهمت في إسراع العملية. يمكننا الآن الذهاب والرؤية وفحص المعلومات على الفور، وكان في الماضي يجب عليك أن تتصل تليفونيا أو تتصل بالمكتب عن طريق الأجهزة اللاسلكية. يقوم شخص ما بالرد على الهاتف ثم يطلب منك الانتظار، وهذا يقوم بإبطاء العملية كلها. أما الآن فكل ما تفعله هو البحث عن العنوان وإدخاله في الحاسوب، وفي الحال ترى جميع المعلومات وتستطيع استخدامها. عندما جاء هؤلاء الأشخاص كانوا مفتشين مدربين، ولكنهم لم يكونوا يعرفون أكسلة، واستطعنا أن نقوم بتدريبهم في فترة قصيرة. سأكون صريحاً، أنا لست بأسرع شخص على الحاسوب، وإذا كان باستطاعتهم تدريبي فإن باستطاعتهم تدريب أي شخص. أنا واحد من هؤلاء العاملين القدامى الذين يرفسون ويصرخون. وفي وقت ما كنا ما يقرب من 43 فريقاً، يتكون كل منها من شخصين يذهب ويقوم بالتفتيش، وكنا نكمل 4500 تفتيش في اليوم باستخدام هذه الفرق. قمنا بفحص أكثر من 125 ألف مبنى في المدينة في فترة 10 أسابيع، وهو رقم قياسي. وأفضل سيناريو هو إذا كان عندنا أحدث البيانات في الميدان، وهو أمر كان بمقدرة النظام، ولسوء الحظ لم نكن هناك في ذلك الوقت. ربما كنا في مجتمعات أخرى، ويمكن أن تكون أداة عظيمة لهم في حالات الطوارئ وليس لنا فقط، ولكنها كأداة يومية لهم للقيام بالتفتيش تمكنهم من إضافة الاستجابة الفورية. وعندما يدخلون هذه المعلومات في الحاسوب ويضغطون على زر تقديم ويتم تحميلها في النظام، يحصلون على بيانات حديثة في وقتها عن طريق الإنترنت ويروا نتائج تفتيشهم. كان هناك عدة أشياء جعلته برنامجاً عظيماً لنا، وكان من المستحيل أداء ذلك بدونها. فالقدرة على الذهاب إلى الميدان بهذه التقنية المحمولة ثم العودة إلى محطة وتحميل كل شيء ثم الحصول على نتائج فورية كانت هبة من السماء، كانت حقيقة تبدو وكأنها هدية من السماء، كانت كالضوء في نهاية النفق الذي كنت أبحث عنه. وفعل ذلك بالطريقة التي فعلناها، بالسرعة والدقة ومقدرة تخزين كل ذلك في قاعدة بيانات كاملة.
أعتقد أن ذلك أقنع كل شخص عندما رأى الناس ذلك، عندما رأت هيئة المهندسين ذلك، وما كان يقوله الأشخاص الآخرين إن ذلك عظيم، يمكنهم استخدامه في تطبيقات كثيرة أخرى، وخاصة استخدام تلك التقنية الرقمية في الميدان. عندما نذهب إلى الميدان ونقوم بالتفتيش ونحصل على إحداثيات من نظام تحديد الموقع الجغرافي كلها في صندوق واحد، ثم إذا كنت بعيدا جدا وليس بإمكانك زيارة موقع الإنترنت، عد إلى منطقة إنترنت نشيطة هوتسبوت وقم بالتحميل. أقنعت كل شخص وجعلت منهم مؤمنين.